نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد تعطيل حساب. قموا بالضغط هنا على الملف الشخصي، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات والخصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تعطيل الحساب أو حذفه، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تعطيل الحساب، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تعطيل. بهذه الطريقة سوف يتم تعطيل حساب خاص بك، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.